بالعشور مثلا، تقول لربنا يا رب بقى المرتب بحاله مش مكفي، طب لما نطلع عشور ونعمل ايه؟ ربنا يقول لك لما تدفع العشور يبقى ال19 اللي باقية مع البركة أكتر من المبلغ كله من غير بركة. طب أمال حكاية البكور دي؟ ما احنا ملتزمين بالبكور برضو. زمان كان البكور بتاعت الحيوانات والنباتات والحاجات دي، دلوقتي البكور يعني أول مرتب، يعني أول ترقية، يعني أول علاوة، يعني المدرس أول درس خصوصي، والمحاسب أول حاجة برضه، والمحامي أول قضية لربنا ده البكور، والطبيب أول عملية جراحية أو أول كشف حتى لو ما فيهوش عملية. بس مش تيجي مثلا اشتغلت يوم 27 في الشهر وتقول له يا رب اديك البكور بتاع الثلاث ايام دي والحمد لله ما قصرتش حقك. بكور يعني اول شهر، يعني اول شهر نشتغل اول ثلاث ايام